استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. خلال اللقاء استعرض سموهما الجهود المبذولة لتوظيف المواطنين الخريجين وتدريبهم للالتحاق بالوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم، وشدد سموهما على ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل خاصة في ظل التحديات والمتغيرات، وحث سموهما على أهمية الاسترقاء المستقبلي لأعداد الخريجين من مختلف المستويات التعليمية ووضع خطط التدريب تكفل الحفاظ على وتيرة توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين بالتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة بالشأن العمالي والتعليمي. وجه سموهما إلى الاستقرار في توفير مستويات عالية من التدريب للمواطنين ليكون المواطن الخيار الأول والمستفيد من جهود الحكومة في تعزيز الاستثمارات التي من بين أهدافها توفير فرص العمل لأبناء الوطن. أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن الارتياح للنجاح الذي تحقق على صعيد الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في عملية التوظيف وما تحقق على هذا الصعيد من نتائج طيبة خلال الأعوام الأخيرة.